اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام اللي هقوله النهارده بعض الناس هتطلع تقول اصل اسلام بيبرر النتائج السلبيه للنادي الاهلي، لكن مش ده الحقيقي. الاداء وحش، نعم هناك اداء سيء في المباراه، في قصور فني، نعم هناك قصور فني، في اصابات، ايوه هناك اصابات، ولكن ايضا يجب ان نضع في الحسبان ان هناك مسابقه غير عادله، غير عادله، في اخطاء تحكيميه بشعه طوال هذا الموسم. انا مش هتكلم على الموسم اللي فات، ولكن انا هبدا مع حضراتكم النهارده فيما حدث في هذا الموسم حتى الان. في غياب عداله في تنظيم مواعيد المباريات للاهلي وللمنافسين. النادي الاهلي سيظل كبيرا، حتى لو تعثرنا في بطوله او اتنين هيفضل النادي الاهلي هو الكبير، مش بالكلام ولكن بالارقام. هيفضل النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا بالبطولات في مصر وفي افريقيا وكمان في كل حته، في محليا او حتى افريقيا. هيفضل هو اللي بيخلي المنافسين يبصوا عليه. دايما النادي الاهلي قدام والمنافسين بيبصوا له لانه بعيد عنهم جدا الحقيقه.